بداية وفاتحة خير بإذن الله لانتصارات كثيرة وقادمة لكرة القدم، وإن شاء الله تكمل فرحتنا بأولادنا في غانا إن شاء الله. تأسيس جديد لمصر الجديدة وتعاون مشترك ما بين وزارة الإنتاج الحربي بكل تاريخها العظيم بقيادة سيادة الفريق رضا، وأيضا وزارة الرياضة مصر كرة القدم المصرية. عايزين نقول إن يعني الرياضة شيء، إنما النهاردة إحنا يعني بنقدم لاتحاد الكورة إن شاء الله شيء نتمنى إنه يعني يعملوا بكل الجهد.